القطار هذا يهدد ان شاء الله نهدد. اللقعنات ما شاء الله ولا اله الا الله. اذكر الله اخوان شمة يذكر الله يسوي على ظهرها واقع الواقع يا ابو خاتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأسعد الله صباحكم. اليوم ما زلنا متواصلين معكم في هذه التغطية الخاصة لمهرجان مرمي وفي مسابقة هدد التحدي. خلوكم معنا لمتابعة المشاركين في هذا اليوم ونشوف من اللي بيقدر منهم يصيد حمام عبد الله فخرو. خلوكم معنا. السلام عليكم وصبحكم الله بالخير جميع، ويا مرحبا ويا مسهلا في إشراقة يوم جديد ويوم مبروك إن شاء الله وتحدي، وإن شاء الله اليوم يوم نواميس، ويا مرحبا بالجميع. حمد، سحبتوا القرعة وطلعت لكم الوكرة، تفائل بالوكرة؟ والله إن شاء الله، نقول إن شاء الله. أسمعك تقول الوكرة معنا في المخبر. لا، عبيد فخره مو بسيط، بس التوفيق إذا جاء راح عبيد فيها، وإذا الله عي على مراده لا حول ولا قوة إلا بالله. حمد، نشوفك اليوم في أول حضور لك، لكن في تفاؤل كبير، فإن شاء الله راح نشوف عرض مميز. إن شاء الله، حنا لاعبين بالحظ اليوم، إذا الحظ معنا إن شاء الله جبناها، ما هم معنا أبشر بالعوض إن شاء الله. العوض براسك وفالك التوفيق. الله يجزاك خير إن شاء الله. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور. سمعنا والكل يسولف أن عندك طير اليوم أقوى من طير كمس اللي علقها. الله كريم إن شاء الله، موجود الطير يسمع صوتك وإن شاء الله بتشوف شيء ينومسك إن شاء الله. بيض الله وجهك يا راح، إن شاء الله نستمتع بالعرض اليوم بإذن الله، إن الله أراد وأشياء إن شاء الله أنك بتستمتع. وين تتوقع بيزبنها، بيعلقها، بيقلعها جنوب؟ والله على حسب الحمامة، لكن أنا أتوقع إن شاء الله أنها ما توصل المنصة بإذن الله. حالفنا عليها ما تتعدى المنصة. ربك كريم يا أخوي. التوفيق وفالك التوفيق. وياك الله يجزاك خير. وعلى بركة الله، يلا بالتوفيق. الطير الناصر عبد الله بن عرار رمزان النعيمي، والتوفيق إن شاء الله. جاتكم بهالمنصة، جاتكم وعلى ثغر الشهيد، والله أعلم في مستواها في مستواها في مستواها أو أرفع شيء بسيط. ويا الله يا المتأهل عودة الشرق، يا الله يا الربع ثلاث، شوي شوي شوي، جاتكم جاتكم تحت يا الربع، تحت يا الربع، تحت يا الله يا رب البيت، يا الله يا ربي يا الله يا الله، بالمتأهل الثالث تكفون، يا الله يا ربي يا الله يا بلو بلو، يا الله تبقى، يا الله يا الله تبقى، يا الله يا الله بالتوفيق، يا الله عودة الشرق، عودة الشرق، روح روح يا شرق، روح روح روح، والله يا ربع، والله اللي حمسني، والله العظيم قف على الكرس يا ربع، العقاب طاح، ابشروا بالخير ابشروا بالخير، بلوغ بلوغ بلوغ، يا هادي وش الدليل، يا هادي وش الدليل، عود يسار عود يسار عود يسار عود يسار عود يسار، جاسكم جاسكم بزمن 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 بزمن.
اليوم يوم مزامطن ما اعتحدي وكل على ما قيل يجلب طيوره أما يرد القوم ولا يردي والله يوافق كل نفس ثبوره والله يوافق كل نفس ثبوره. دور الدوريات الأمنية طبعاً تغطية أمنية كاملة للمسابقة، تأمين طبعاً المشتركين في المسابقة نفسها، أيضاً تأمين الجماهير ومساعدة اللجنة المنظمة للمسابقة. على مدى السنوات اللي طافت من المسابقة كل سنة طبعاً يزيدون عدد المشتركين، المسابقة كل ما لها وتكبر طبعاً يزيد عدد الدوريات والأمنية أكثر تكون في المسابقة. فعلى هذا المجال ندرس الوضع الموجود وتطبق الأمنية في المسابقة نفسها. تكون دورية في مرافقة السيارات المشتركة، طبعاً تكون قبل دخولها للجنة تكون مرتبة على حسب ترتيب الكشف عشان تكون جاهزة ما تصير مثل اللخبطة في المركبات. صبحك الله بالخير يا عبد الله. حالك شلونك؟ بخير الله يسلمك. مشاهدينا اليوم حنا عند عبد الله وبننشده عن حمامه، الكل يسأل عنها. عبد الله وين ليالي؟ والله ليالي خلاص قاعدت صراحه، لانها من بدايه المهرجان هي موجوده ليه يمكن 2015 الان خلاص، يعني 6 سنوات تقريبا. وش البديل؟ في بديل ليالي؟ اي في بديل، عندي سوق واقف الحين اهدها ما شاء الله، من عقب المنصه تختفي. نعم، ما حد لا راغها ولا زبنها ولا علقها ابدا. هذه بعد باذن الله، هذه اقوى من بعد اقوى من الليالي باذن الله. شلون شاد حيلك؟ شو تسوي بالضبط؟ والله مر الحين نشوف الحمام اليوم، بكره عندي راحه، بكره عندي راحه، بكره خلاص يطير الحمام على البيت. ايه اذا عندي يومين اوديها دربه يعني الشكل. طيب والله ما شاء الله عليك متمرس يا عبد الله. عبد الله انا بريك الحمام عندي. هذا شوف اليوم، شوف جايبهم اليوم، شوف هاي 2000 وكم. لا تطير، لا تقدر. لا شوف 2000 وكم، خلي يشوفونك 2015. احنا كذا بمسك كذا، ايش كثر يبقى 2015 عشان الشباب يقولون 2011 امس اللي علقه. صح علقه امس 2011، لكن والله ما تدري ايش الاسباب. لكن بعد انا ما اقول طيره، لا طيره قوي وبيض الله وجهه، والحمامه بعد علقوها. مشاهدينا ترى عبد الله مو هو متفوق عندنا في مرمي وبس، ترى له مشاركات خارجيه وتفوق فيها ورفع اسمنا خارج دوله قطر. حدثنا عن مشاركاتك برا. طبعا شاركت في تايلاند السنه هذه، والحمد لله في السباق يمكن 560 المسافه، طبعا هي جوي، اخذت المركز الخامس، على العرب اخذت الاول، الحمد لله هي في تايلاند. والله انجاز كبير يا عبد الله، مو بسيط. الحمد لله، الحمد لله، هذا فضل من الله الحمد لله. عسى ما حد يتبعك من هالشواهين في تايلاند. لا والله. يقولون بيروحون وراك وين ما رحت. والله حياهم الله، اي مكان ارفع عليهم، ربعي واخواني. ما تقصر، بيض الله وجهك يا عبد الله. حياكم الله، الله يسلمك. مشاهدينا خليكم معنا، ما زلنا معكم في هذه التغطيه الخاصه لمهرجان مرمي. اجواء جميله اليوم، المشاركين في الفتره الصباحيه خلصوا، وان شاء الله ننتظر الفتره المسائيه. ومع عبد الله فخرو وحمامه مثل ما تشوفون سكر ال، نقول شو نسمي سكرنا خلاص القفص ولا سكر القفص عبد الله، وننتظركم الفتره المسائيه وخليكم معنا.
حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. طبعا ما زلنا متواصلين معكم من مسابقة هدد التحدي، خلوكم معنا لمزيد من الإثارة والحماس في هذه المسابقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، اليوم عندنا ضيوف مميزين زي ما عندنا كل يوم. اليوم عندنا جيم وعندنا زوجته ساوليا. Very nice to meet you guys. Jim, what do you think about Mirmi? Mirmi is something that's very exciting to me. I've never been to a falconry event and I'm just excited to be out here. It's amazing to look at the birds, the animals that they chase, and just I'm just floored by everything that's out here. Jim, يقول سألت وش رأي مرمي؟ يقول مرمي حاجة مميزة ممتازة. يقول أنا أول ما جيت تحمست أشوف الطيور، تحمست أشوف الحمامة، وتحمست برضو بالجو، وتحمست بعد بالجو تحدي اللي بين أخواننا هنا في مرمي. وخلنا نسأل بعد زوجته. I heard you've only been here for 2 weeks now in Qatar. What do you think about Mirmi and what do you think about Qatar? Mirmi is very exciting. It's something like what I saw in TV in fairy tales. It's something from another world and I'm very excited to see it. I didn't expect I would like Qatar, to be honest, but I love it to death. I love the golf course I was at, but the most what I liked is the souk. Because it's a very national, local thing, and I like it a lot. I love the Qatarian gold. Everyone loves gold. Yes, it's amazing. وطولة العمر تقول إن أنا صراحة قبل ما جيت قطر ما كنت أتوقع إني بحبها، لكن حبيت قطر، حبيت مرمي. مرمي تقول أنا كنت أفكر إن مرمي كأنه قصة مو حقيقية، كذا قصة كذا اللي ينقال للأطفال الصغار إن في مكان مثلا طيور يطردون بعض. فتقول أنا جدا متحمسة إني هنا في مرمي، وبرضو إني في قطر حبيت الأسواق، وحبيت بعد سوق الذهب اللي موجود عندنا في دوحة. So do you have any falcons? No, I don't. But I would like to own falcons one day. I think the sport is, it's not that it's outdated, but it's watching the birds of prey do what they were built and meant to do. That intrigues me. So yes, I would love to have falcons at some point in time in my life. We can't wait to see your falcon. سأل جيم إذا عنده صقور، يقول لا إلين ذا الحين ما عندي صقور، لكن إن شاء الله بعد فترة بسيطة بيكون عندي كمان صقور، وإن شاء الله هندربهم هنا في قطر. What about you? Are you planning on bringing us any cool falcons from Kyrgyzstan? No, I don't think it's going to happen, but I would love to see my husband has one of them. I will support him in anything he wants to do. Thank you so much. We thank you for supporting your husband. To go, I asked her if she بعد ودها تشتري ولا تكون عندها بعد صقور، وقالت لا أنا ماني في شغلات هذه، لكن أشجع زوجي إنه يشارك في 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 الشراكة، إنه يشتري صقور وإنه يدربهم هنا في قطر. وأهلا وسهلا بكم كلكم يا إخواني عندنا في مرمي، وننتظر حضوركم بكرة إن شاء الله. مساك الله بالخير. مرحبا، مساك الله بالنور. شوف عندك تصريح خطير.
والله ان شاء الله ما بها الا الخير ان شاء الله. احنا خايفين ابو فخر يزعل علينا. لا لا خذ راحتك. والله نقول له يذبح له حمامه واحده والثانيه يركب فيها ريش وفكها وان شاء الله ما تعدى المنصه. حلوه. تحلى دنياك. بالتوفيق ان شاء الله. للجميع ان شاء الله. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. جاهز؟ ان شاء الله جاهز. طيرك جاهز؟ باذن الله. يعني ان شاء الله بيطرح حمام فخر اليوم. ان شاء الله نبي بس التصوير بس. حاضرين. طير وش وين طرحه؟ طرح مصر. قد شارك ولا اول مره يشارك؟ لا اول مره يشارك فرخ اول مره يشارك. بس يا سالم انت لك انجاز. نعم. قد اخذت قد صدت واظن فزت ب 100,000. نعم ان شاء الله نعيدها اليوم ان شاء الله. متى العام ولا اول العام؟ لا اول العام. فارك التوفيق. وياك الله يسلمك. السلام عليكم. مساك الله بالخير. بالنور. مرحبا. الله يسلمك. يقولون عندك تصريح قوي وعندك تهديد الحمام فخره. والله الحمام قوي والطير جاهز ما له عذر. طيب شو تتوقع؟ ان شاء الله النبي يلحق ان شاء الله. مساك الله بالخير. مرحبا ومسهلا. مساء النور. اشوفك متواجد اليوم وجاي من دبي وجاي بناموس، فهل بنشوف اليوم في ناموس مثل ما شفناه في دبي؟ الحمد لله ان شاء الله باذن الله تشوفون ان شاء الله اللي يسركم ان شاء الله باذن الله. واقول ها وعيد بيض الله وجه القمره محمد بن صالح القمره. وباذن الله انا بعطيك تبغي الموجز. اعطنا الموجز. نعم ما جينا نقول الموجز. تبنا طير ان شاء الله يصيد حمامه فخر. والله جايين نشارك في هالمهرجان والله يوفقنا ان شاء الله، لكن ما جينا الا ان شاء الله بنبدع وطيرنا جاهز وان شاء الله في المنصه ان شاء الله. ان الله كتب وان الله ما كتب ان شاء الله بتشوفون عرض طيب ان شاء الله. هذا الطير هدو من عند اخوي ابو تركي عبد العزيز وطرح مصر شاهين فرخ. والله كريم ان شاء الله. يا هادي يا دليل. لا 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 جمهور ضخم صوت يا جمهور تكفى يا جمهور يا هادي يا دليل يا هادي يا دليل يا هادي يا دليل ما شاء الله ليت لي جنحان وطير ما شاء الله كان تكفى تكفى يا هادي يا دليل. يلا 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 يا رب يلا يا رب يلا يا رب لا تكفى تكفى لا تكفى لا يا هادي يا دليل تكفى لا. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد بيض الله وجه بيض الله وجه والله انه امتعنا بيض الله وجه الله يوفقك يا راعي الطير بيض الله وجهك على العرض عز الله انه ما قصرت. مشاهدينا وصلنا معكم لنهاية تغطيتنا الخاصة لمهرجان مرمي لهذا اليوم.
طبعا شفنا العروض الطيبة من الطيور الطيبة، ويكفي بأنها أمتعتنا وأمتعت الجمهور المتواجد بهذه العروض. موعدنا معكم مع تحدي جديد ومع مسابقة جديدة بكرة، خلوكم معنا وتابعونا وفالكم طيب. التوفيق، الطير على يهدد إن شاء الله أنا يهدد.